استثمار كندي يرسخ ثقة الشركات العالمية في الصناعة الوطنية. يتعلق الأمر بشركة برات أند ويتني كندا الرائدة عالمياً في تصميم وتصنيع وصيانة محركات الطائرات، تضع حجر الأساس لمصنعها الجديد بالمغرب وتحديداً بالمنطقة الصناعية ميد بارك بإقليم النواصر. هذا المشروع عنده أهمية كبيرة بحيث أننا لأول مرة كيستثمر الرائد العالمي ديال صناعة المحركات ديال الطيران في المغرب. اليوم حفل انطلاقة أشغال ديال المصنع ديالو، يعني هذا الشيء ولا واقع. غنبداو بهذا المشروع وعندنا أفق باش نقويو هذا المنظومة. أنا سعيدة جدا بوضع الحجر الأساسي لبناء هذه الوحدة الصناعية الجديدة، وهو ما يبرز بداية تعاون وطيد وطويل الأمد. المشروع الجديد من المتوقع أن يوفر 200 منصب شغل بحلول سنة 2030. استثمار فاعل عالمي رئيسي بهذا القطاع في المغرب يسهم في ترسيخ مكانة منظومة الطيران المغربية، ولا سيما في ضوء موقعها الاستراتيجي على أعتاب القارة الأوروبية وقدرتها التنافسية العالية. المشروع الجديد يندرج في إطار تأهيل قطاع الطيران المغربي من خلال إدماج الأنشطة التكنولوجية المبتكرة والمتطورة.